إذن 3 أيام هي مدة هذا المعرض بمدينة مصراتة الليبية، معرض ليبي تونسي لتطوير التجارة والصناعة، ومشاركة نحو 100 شركة تونسية وأكثر من 100 شركة ليبية بهدف مزيد تشجيع المؤسسات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة لمصراتة والولوج للأسواق الأفريقية. الحقيقة نحب نرحب بضيوفي في هذا البلاتو الموالي التالي هذا الحالي، سي معز حديدان الخبير الاقتصادي. مساء الخير ومرحبا بك، مساء النور. نورتنا هذا المساء. وزميلة وأستاذتنا سيدة وفاء بن محمد، صحفية مختصة في الشأن الاقتصادي. شنو أحوالك يا وفاء؟ يعيشك، شكرا على الدعوة. عايشك، مرحبا أنصار. بك. إذا هناك منحة جديدة لتطوير هذه التجارة البينية ما بين تونس وليبيا، لعلنا نعود لسلف نشاطنا ونحس أنه فما دعم من قبل السيد رئيس الحكومة دبيبة لهذا المسار ولهذا المنحة، خاصة من خلال التصريحات الأخيرة والزيارات الأخيرة. بالفعل هي التظاهرات حسب ما لاحظنا توا فما تلاحق توا في خاصة في السنتين الأخيرتين، فما تنظيم تظاهرات من الوزن الثقيل، تظاهرات كبيرة بين الجانبين، بين ليبيا وتونس. في الحقيقة هي تظاهرات متواترة، معناها حتى ساعات ما نسمعوش فيها على نطاق معناتها السلطة التنفيذية، تنجم تكون ما بين رجال الأعمال، وهي كثيرة حتى في معناتها في الجهات الداخلية للبلاد، على غرار مثلا الملتقيات اللي اتعملت الكبيرة في صفاقس. هذه كل الحقيقة معناتها دفع كبير، دفع للمبادلات التجارية البينية مهمة برشا. نحن في حاجة إلى دفع عجلة الاقتصاد، ومثل هذه التعاملات معز حديدان والعودة لهذا الأنشطة البينية بين تونس وليبيا ممكن يكون متنفس اقتصادي. صحيح، ليبيا هي يعني مرشي سوق بوتنسيال كبيرة لتونس، يعني لتسويق المنتجات التونسية، وهي كانت في عبر التاريخ يعني كنا يعني صادراتنا لليبيا نصدروا لهم العديد من السلع. عودة التبادل التجاري بين البلدين ممكن أنه يكون مش متنفس بركة، لكن يحل يعني آفاق كبيرة لتونس والمؤسسات التونسية يعني باش تسوق السلع نتاعها، ومش كان السلع ولا الصادرات. ليبيا هي تمثل سوق تشغيلية مهمة وكبيرة للعديد من التونسيين اللي نجموا اليوم في ظل يعني عودة بناء ليبيا، إعادة الأعمار وإعادة بناء ليبيا، تنجم تكون فرصة كبيرة لي يعني العديد من التونسيين، سواء يكونوا مهن صغيرة أو حتى مهندسين أو شركات، باش يساهموا في إعادة البناء. إذا هي فرصة كبيرة لتونس. الحقيقة هي السيدة سارة زعفراني وزيرة التجهيز والإسكان كانت صرحت أنه المعرض والمعاملات باش تكون في مخصوص المقاولات والبناء والصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية الميكانيكية والكهروميكانيكية والصناعات البلاستيكية، الأدوية، الصناعات التكنولوجية المعلوماتية، الصناعات الجلدية ومعالج المياه والقطاعات البنكية وقطاعات التأمين. يعني ما شاء الله ميادين الكل تقريبا مفتوحة. هكا ولا حضرة العميد هكا، ولكن خلينا نعمل شوية قراءة. معنا احنا باش نفهموا زاد البعد الاقليمي اللي موجود عندنا اليوم. ثم اتفاق بين الجزائر وتونس على التعامل مع حكومة الدبيب، خلينا نتفاهموا في الناحية هذه، وثم اتجاه للتنسيق. ايه؟ اليوم ثم برشا مبادلات، مانيش باش نجيبوا حاجة جديدة، نقولوا راهو العمق الاقتصادي والامني بمفهومه الشامل هي ليبيا لتونس، الامني امني والامني اقتصادي وغيره. انا مبارك العديد من الخطوات في صفاقس، صارت برشا ملتقيات في الجانب هذا نتاع ليبيا اكثر حتى من العاصمه معناها. في الجانب هذا مصراتة هي الثقل الاقتصادي، وهي الثقل بعد ليبيا ما بعد الثوره معناها، نعرفوا اهميتها ونعرفوا ارتباطها ونعرفوا حتى تركيز عديد الدول عليها، وفي مقدمتها تركيا معناها. احنا يظهر لي ان شاء الله نكونوا خلطنا مبخر ما فاتش ترى، خاطر راهو اعاده الاعمار اللي هو باكم تاع 400 مليار بدات الرجال تخدم على رواح. فرنسا خذت نتاعها وايطاليا خذت نتاعها وتركيا خذت نتاعها، احنا خلنا نخلطوا على خاطر احنا بارامون كويزين انترن نتاعنا قعدنا نمرمطوا 10 سنين ما وصلنا لحد شيء، لا صلحنا لا في الداخل ولا في الخارج. خل سميو رسول بزنس. ليبيا هي الحل بنسبه كبيره ياسر، واكثر دوله اللي نورمالمون بعدها الجغرافي والاجتماعي ونسيجها الديموغرافي وقربها ليبيا وتقارب حتى في شطر تونس من غادي على مستوى العادات وعلى مستوى الانسجام، هي اللي نجم يكون عندنا اللي عندنا ليزاتو الكل، مالوريزمون مانيش من مستغلين. وزاد نطرحوا اسئله، ثم صعوبات
اليوم تنقل رجال الاعمال لتونس ولا السلعه كي تمشي من غادي وتجي من هنا والاجراءات وبرا من هنا وجا من غادي، ثم زاد يلزمنا نحلوها الحكايه هذه. عندنا معبر في مشهد صالح عنده 5 ولا 6 سنين وينو؟ عندنا هذه الاسواق المشتركه اللي على الحدود وين هي؟ عملنا خطوات، لكن في اعتقادي ثم خطوات نجموا نعملوها فيسع، تنتظر اراده سياسيه وقرار سياسي، لا تتطلب حتى فلوس، نجموا منا الغدوه نخرجوا قرارات تولي الامور تمشي اكثر ونجم نكونوا احنا مستفيدين، واحنا اكثر مستفيدين في الظرف هذا لان وضعنا الاقتصادي كلنا نعرفه. واضح. بالفعل هو عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد انه هذا التعاون بين تونس وليبيا سيبقى متواصلا ومستمرا. سي خالد عبيد. هو هذا التعاون هو تعاون استراتيجي، لكن كما قال سي خليفة واضح أن هناك تعاون بين جزائر تونس والمحور الغربي لليبيا يعني حكومة دبيبة، ونحن نأمل أن ليبيا تتجاوز إشكالاتها الداخلية في أقرب وقت وتصبح ليبيا موحدة، وهذا اللي يعمل حتى احنا نتجاوز إشكالياتنا الداخلية مشكلة ليبيا. إيه حتى احنا مش ناقصين يعني احنا مستقرين، انا مش مستقرين يعني باهي خاطر سي خليفه ان شاء الله احنا بيدنا زاد نتجاوزوا اشكالاتنا الداخليه هكا ولا سي جايدان من بعد اقتصادي كلام صحيح ولا مش صحيح؟ خاطر سي حديدان سي حديدان صحيح كل اللي يعرفوهم اصحابي في الاقتصاد انا فاهم ده يلزمك ترتب بيتك فوق عارمه في بيتك هو امر مطلوب راهو ما نساوش تونس في اقل الاوقات وقفت الى جانب الاشقاء الليبيين مش في 2011 فقط لا حتى المسألة هذه ضاربة في العمق التاريخي خاصة في 1911 ما يجموش ينساو ليبيا أنه الأرض اللي استقبلتهم واحتضنتهم كانت تونس مش أي بلد آخر برغم الظروف الاستثنائية اللي كانت تمر بها تونس والفكرة والكلمة اللي تتقال قولك شعب واحد في دولتين هي صحيحة تنطبق أكثر على الشعب التونسي والشعب الليبي أنا ذي قناعتي أنها تنطبق أكثر لكن المشكلة دائما هنا تحيلنا على 96 شاحنة اللي وصلوا اليوم محملين بالمواد الغذائية والتموينية نقاط استفهام كبيرة حول هذه الطريقة من المدد التمويني هذاك يبين إذا كان هذاك يبين الوضع اللي وصلته تونس هو وضع أنه يتطلب إذا كان تونس مش بيش يفهموا أن تونس اللي كانت قبل يقولوا مطمورة روما تونس البلد الفلاحي وتونس إلى الدولة وقت تكونت الدولة الوطنية كان عندها هاجس وحيد هو كيفية تحقيق الأمن الغذائي التونسي أصبحنا الآن نتيجة العشرية طريقة الدعم الطريقة في حد ذاتها يعني إيه ما نتيجة العشرية اللي تعدت علينا مش عارفة نتيجة الأوضاع اللي نعيش عليها أحنا طوين صاف هي اللي خلتنا وصلنا لهذه الحال أحنا اللي نصدروا احنا لحقنا نصدروا احنا لحقنا نور معناها لا يغير الله ولن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم سي تعليق على الحكايه كان عندك متعلق خلينا نمر الى الموضوع الموالي خلينا من هيك بارك الله فيهم هم وعلاقات الحسن والجوار يتوانس رانا اللي وصلنا له ما عمرنا وصلنا له في التاريخ المعاصر اللي عشت عليه كنا مانيش خادمين على رواحنا ومنحين ما حكيت التشغجيغ نتاع السياسه ونقعدوا نلكلكوا فيها الحكايه باش نشوفوا اكثر من هيك ورغم أني المشهد هذا ما ريتش أكثر منه إذا كان أحنا ما نشبش نوقف لوراحنا هذه بروفة لما هو آت لقدر الله لازمنا نخدم نحيو التكركير وتفنين ونتفاهموا بين بعضنا ورانا إذا كان ما نش فاهمين بعضنا ومصلحة بعضنا وعاوننا بعضنا ما يعاوننا حد من برا رب إذن لازم نتحاور ولازم نتلم ولازم نتفق ولازم نحط اليد في اليد باش نتجاوز كل هذه الأزمات محاولات أخرى ومشاركة أخرى لتونس في الدورة 53 لمنتدى دافوس الاقتصادي اللي انطلقت أمس تحت شعار التعاون في عالم منقسم بيت القصيد هذا الشعار نزار الزغدودي وتقرير حول مشاركة السيد رئيس الحكومة في هذه الدورة 53 لمنتدى دافوس على امتداد 4 أيام تتواصل بمدينة دافوس السويسرية أشغال الدورة 53 من منتدى دافوس الاقتصادي الذي انطلقت أمس تحت شعار التعاون في عالم منقسم رئيسة الحكومة نجلة بودن على رأس وفد يضم وزيرة المالية سهام البغدير نمسية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي
تشارك بداية من اليوم في أشغال هذا المنتدى، حيث ستكون لها مشاركات في عدد من الحلقات الحوارية التي تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، كما ستجري لقاءات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات والمؤسسات والهياكل المالية العالمية والمجموعات الاقتصادية الدولية المشاركة في المنتدى. وقبل تحوله إلى دافوس، كان للوفد التونسي أمس جلسة عمل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج. تناولت هذه الجلسة برنامج المشاركة التونسية في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس، والذي لا يمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول، لأن الذوات البشرية لها حقوق يجب على الدولة ضمانها، على غرار الحق في التعليم العمومي والشغل الذي يحفظ الكرامة والسكن والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في الدستور وفي السكوك العالمية والإقليمية، والتي لا تخضع لمنطق الربح والخسارة كأسهم الشركات التجارية بحسب ما أورده بيان الرئاسة. إلى ذلك، يستقبل المنتدى 52 رئيس حكومة ورئيس دولة من 130 بلدا، إلى جانب مشاركة 19 محافظ بنك مركزي و30 وزير تجارة ووزير خارجية، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة ومن صندوق النقد الدولي ومن منظمة التجارة العالمية. وسينظر هذا المنتدى في مسألة الانكماش الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والتغيرات المناخية، سيما وأنه ينعقد في ظرف ما زالت جائحة كورونا تسيطر عليه، فضلا عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته من ارتفاع في المواد الغذائية والطاقية في العالم. شكرا نزار الزغدود. إذن سيد رئيس الحكومة نجلة بودن، سيدة وزيرة المالية سهام بوغدير النمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ثلاثتهم شاركوا ويشاركون في هذه الدورة 53 من منتدى دافوس. رئيس الحكومة التقت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، ووصفت المحادثات بالإيجابية السيدة بودن. سي نزار، سي حديده، سي معز حديده اللي ذكرتنا اليوم، هو رتب بيتي الداخلي ملتقى. لا انا على الملأ نقول لكم راني عندي خلط والحمد لله. زمن ترتيب بالفعل. هو معروف انه ملتقى او منتدى دافوس هو يلم يعني العديد من الشخصيات البارزه والهامه في العالم. هو في الاصل يعني منتدى العالمي للاقتصاد، هو الاعضاء نتاعو متكون من 1000 اقوى شركه في العالم، يعني من بين اقوى شركات في العالم، وهما يعقدوا كل سنه يعني اجتماع سنوي يكون في دافوس. الاجتماع هذا يحضروا فيه باستدعاء، يعني اللي يحضر غاديكا يلزم يجيه استدعاء. اللي يحضروا غاديكا هما يعني مش يقص واحد ويمشي معنا الاعضاء نتاع الشركات هذوما، وطبعا وكذلك عديد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء في الميدان العلمي وفي الميدان، اصبح ديرنيرمون زاد دخلوا الصحة والمناخ ويحضروا. والهدف هو أنهم يرسموا أجندة اقتصادية وإقليمية وعالمية، يرسموها باش يعرفوا التوجهات الكبرى في الميدان الاقتصادي. ولانه احنا نعرفوا انه الهدف لافيزيون تاع المنتدى الاقتصادي العالمي هو تحسين حال الحاله في العالم، هذا الهدف اللي من وقت 71 وقت اللي تخلق المنتدى هذايا. دونك هما يستدعوا العباد هذوما باش معناها يشوفوا شنو هي المشاكل اللي موجوده في العالم وكيفاش نجموا نخرجوا منها ونرسموا شخص ونرسموا الاجنده هذه اللي هما والحاجه الكبيره والمهمه انه هو اكبر يعني هيكل لوبي اقتصادي في العالم، لانه يلم اكبر رؤساء المؤسسات والمؤسسات البنكيه العالميه وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والعديد من الفاعلين اللي يتلموا فرد بلاصه غاديكا ويصيروا حوارات. يعني هناك اكثر من 2500 مشارك وفما اكثر من 200 حلقه اجتماعيه باش معناها يحكيوا بين بعضهم، منهم الحوارات اللي عاملتهم رئيس الحكومه. يعطيك الصحه، شكرا على البسطه هذه للتوضيح للمشاهد.
المشاهد للسيد المشاهد الكريم، لكن بالنسبة للعديد من الدول وما بين القادة في الدول والحكام، يعني يتم هناك عملية تشبيك وعلاقات كبيرة، لأنه فرصة للقاء كل المسؤولين كبار المسؤولين الاقتصاديين في العالم. و في هذا الإطار يعني مثلا نتسنى لسيدة رئيس الحكومة إنها التقت السيدة كريستينا جورجيفا، وتقول السيدة بودن إنه المحادثة توصفها بأنها إيجابية باعتبار إنه المسؤولة عن هيكل التمويل الدولي نوهت بالتمشي والإصلاحات اللي انخرطت فيها الحكومة التونسية، ونتذكروا اللي تونس بعد ما تم إدراجها في جدول أعمال صندوق النقد الدولي ذات اثنين تم سحبه هكا وليس يا معز. هذا هو المنتدى دافوس ماهوش آلية للتمويل باش نعرفه، لكن هو يسمح انه بعقد هذه اللقاءات ممكن، يعني اذا كان احنا نوصلوا نقنعوا الفاعلين ومؤثرين في العالم في الميدان الاقتصادي العالمي، ممكن ان احنا نجموا معناها تسهل لنا الوصول الى يعني النافذين اللي ياخذوا في القرار في صندوق النقد الدولي، او قابله زاده هي رئيس الحكومه، قابله زاده رئيس البنك الاوروبي للتنميه والتعمير بالفعل. إذن هذه لقاءات هامة. وثاني شيء زاد حضور تونس معناها بثلاثة شخصيات حكومية هو شيء مهم أعتقد، لأنه تونس زاد تمركي في البريزنس نتاعها في الحضور نتاعها، وخاصة هاللقاءات هذه هي ممكن أن نعاودوا معناها نبسطوا أو نكسبوز معناها الإصلاحات اللي تونس تحب تعملهم، وأنه فما هناك فولونتي أو إرادة، وهذا ممكن أنه يسهل علينا الوصول إلى إصلاحات وتمويلها إن شاء الله. معناها أمل في حديث معز حديدين في ظل هذا الوضع الاقتصادي اللي قاعدين نعيشه فيه. وفاء بن محمد، كيفاش ترى مشاركة تونس في هذه الدورة 53 من منتدى دافوس؟ هو أول حاجة بعد الرجوع الرسمي لهذا المنتدى لهذه التظاهرة اللي تعتبر التظاهرة الأكبر عالميا على المستوى الاقتصادي، كي تولي معناتها تونس مشاركة بوفد حكومي، هذه الساعة حاجة ما نختلفوش عليها اللي هي حاجة إيجابية. موجودة تونس معناها حاضرة رغم الهينات ورغم المشاكل والوضع الاقتصادي اللي تمر به تو حاليا، هو وضع يعني الحقيقة متأزم، نعرفوا هذا الكل. صحيح ماهيش الحضور وإنها توجد في المشهد الاستثمار ومشهد المؤسسات المانحة والمنظمات الدولية التمويلية مهم برشا، هذا متأكدين منه، لكن تبقى شكل الزيارة. يمكن احنا اعتادت تونس انها يمشي رئيس الحكومة والمشرفين على الحقائب الوزارية المالية بامتياز، يعني وزيرة المالية ولا وزير المالية، هذا ليس السيدة وزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي. محافظ البنك المركزي. نحن ممكن شكلا إذا كانت تكون أفضل في لو أن المشاركة هذه تكون مثلا القطاعات اللي توت أنت اهتمت بهم النسخة هذه، قطاعات الطاقة، قطاعات البيئة والمناخ والطاقة، هي اللي هي معناتها اللي حاكمة في العالم الكل والأسواق المالية العالمية. كان بالإمكان المسؤول الأول عن الحقيبة الوزارية متاع الطاقة والصناعة اللي هي وزيرة الصناعة مثلا، أنا هذا رأيي، إنها تكون مثلا إنها تكون ضمن الوفد. علاش؟ باش تونس عندها فرصة انها تقدم، خاطر هي مش ماشية باش تجيب الفلوس. هذا الخلط اللي زاد وضحه سي معز مهم برشا، ماشي في بالهم الأغلبية والسواد الأعظم يعني من التونسيين، اللي هي المنتدى هذايا باش تقابل فيه مؤسسات المالية، تشبيك علاقات استثمارية بامتياز على مستوى الاستثمار، استقطاب مستثمرين أجانب. إذا كان عندنا بوتنسيال، عندنا فرص يقع عرضها ما بين هاللقاءات الثنائية هذه، خاطر مهم برشا، فما عباد معناتها ماهيش ما تعرفش تونس، ما تعرفش شنو الإطار التشريعي نتاع تونس، الحوافز اللي توفرها تونس في الاستثمار لجلب واستقطاب الاستثمار، هي فرصة مهمة على أنها تكون زادة من ناحية الشكل وضرب يعني خاصة زادة كذلك في إطار هذه، لأنه فما صناديق زادة مختصة وقاعدة تخدم من أجل يعني دعم هذه المشاريع
اكيد خاصه المشاريع خاصه مع معناها الديلي والاجال اللي قدمتها قمه شرم الشيخ واللي قبلها قمه غلاسكو مواصله هي أي. كلها تظاهرات مهمه. كي تكون مثلا المسؤول الاول على الطاقات المتجدده يعطي هكل الطاقه والتكلفه ويعطي الاماكن الموجوده المناطق الداخليه بتونس، خاطر هو دارس الملفات، يعني رئيس الحكومه باش يكون التوجه نتاعها يعني سياسي دبلوماسي اكثر منه تقني فيما يخص مثلا الطاقات المتجدده. احنا 1000 كيلووات هذه راهي البلاصه هذه في الهواريه راهي تنجم توفر لك ها هو البوتنسيال نتاعها. معناه مهم برشا الجانب التقني، الكفاءات التونسيه انها تكون شاده، خاصه احنا توا التحدي الكبير هو الطاقات المتجدده والاقتصاد الاخضر، راهو هذه حاجه في العالم الكل ولازمنا نفيقوا على بكري. احنا توا نعتبروا ماناش فايقين، معناتها بارابور كي نشوفوا البلدان الشقيقه كيما على غرار مصر والمغرب، الحقيقه معنا تقدموا أشواط كبيرة كبيرة في الاقتصاد الأخضر في الطاقات المتجددة واستثمارات بالمليارات. احنا نحب نكونوا هكاكا فيش في المحافل هذه والتظاهرات هذه الكبيرة اللي تستقطب الاستثمار بامتياز، بعيدا عن التمويلات، بعيدا عن لقاءات الدبلوماسية والديمقراطية اللي يحكيوا عليها الكل، هي استثمار، جلب الاستثمارات. وما أحوجنا لذلك لأن تونس لتخرج من هذه الأزمة الخانقة الاقتصادية لازم نفس جديد متاع استثمارات ودفع لعجلة الاستثمار ومصادر. في تونس انصاف مصادر تمويل جديدة تنجم الاستثمار مصدر جديد بعيدا عن المحاضرة التقليدية. معنا مدير عام الطاقة في وزارة الطاقة الصناعة والطاقة يقول انه البنوك مش قاعدة تمشي مع اصحاب المال، فما الافكار وفما الناس اللي تعمل مبادرات وكل، لكن البنوك مش قاعدة تمول. البنوك الداخلية معناها يعني ما احوجنا للتشبيك مع هذا هو صناديق معناها مهتمة بهذا الشأن. حضرة العميد خلف الشباب، نحب نذكر التاريخ اللي هو المنتدى هذا يراه قبل 2011 اعترف لنا باللي عملنا 5.6% من التنمية قبل في الفترة السابقة في العهد البائد، راهو قال رانا احنا عملنا نتائج قبل 2011. هذا منتدى دافوس ماهوش لا وثيقة نتاع مجاملات لحد شيء، رغم الهنات اللي موجودة قبل، معناها كي نقارن وضعنا قبل تو على المستوى الاقتصادي نلقاو روحنا احنا وين موجود. منتدى دافوس راهو لقاء يتم تواجدك فيه مهم كما قالت الأخت، لكن أنك أنت راه ثم ما بعد ثم دبلوماسية اقتصادية قايمين بها احنا ولا مش قايمين بها، لا وناهيك وأن عندنا 43 بعثة دبلوماسية بين قناصل وسفارات فارغين توفي، معناها هذا اللقاء صحيح لقاء أنك مش قابله على هامش المؤتمر وبرشا الضيوف تحكي أنت وياه كلمتين كما هاللي قالته تحديث متاع مجاملات اللي قالته متاع صندوق النقد الدولي وأننا مع تونس وأننا نقف معها وسنكون معها، هيك متاع الإنشاء متاع قبل شنو تكون معها، انت عندك دوسي هزيته ما نعرفوش تاريخه وقتاش، شنو المطلوب اعطينا نورسي بلونش اللي مطلوب والاصلاحات التي قامت بها ما بينها الاصلاحات زاد نفهموها احنا اننا ونعرفوا شنو القرار اللي موجود. معناها بالتالي هو كاطار باش انك انت تعمل فيه بدايات علاقات وتواصلها، ويمكن انها فرصه باش توضح اللي ما فهمش وضعك، ولو اني اعتقد ان وضع تونس فاهمين والناس الكل، اما باش تزيد توضح عليها في الوضعيه هذه، لكن زاد اليوم في حاجه باش نتحركوا ما بعد هالمتقي. كيما جيت تقول لي حضرت في قمه صينيه عربيه خارق العاده، حاجه خارق العاده، وما بعد القمه معنى القمه هي تكون راهي لتنسال الاولاني اللي انت تبني عليها بعد تبناتش مشاتش رجال اعمال مشاتش تحول لناش غادي، ما هذا هو اللي نحب واضح نشوفه. واضح حضره العميد سي خالد عبيد تعليق ونرجع سي معز حديدان. اني بالنسبه لي قمه دافوس هي هامه كما قالت مدام وفاء ونوافقها في كل هذا، ومساله جلب الاستثمار ويعمل له ما يسمى باللوبينغ او يعني بالضغط الايجابي لفائده تونس، لكن في ذات الوقت نفرض ان الاستثمارات باش نجموا نجيبوها ونقنعوا البعض باش يعمل استثمارات في تونس، هل اننا نحن مستعدين باش نسهلوا ونبسطوا الاجراءات باش الناس هذه تجي؟ هذا هو السؤال اللي تتساءل، خاطر يلزم الشبكه او الشبكه تكون من البدايه الى النهايه تكون متكامله، يلزم احنا نهيئوا رواحنا ونبسطوا اجراءاتنا الاداريه والبيروقراطيه نتاعنا ما شاء الله نبسطوها ونسهلوا الامور باش تكون هناك اجراءات حافزه باش يخلي حتى وقت تصير دبلوماسيه او تحركات على المستوى الدولي المستثمر وقتها نقولوا له سهلنا برشا امور ومرحبا بك يجي فعلا يلقاها بيئه جاذبه للاستثمار. اما جالب الاستثمار مش وقت يجي يلقى كل شيء يقول له برا امشي على روحك اش ما جايبك لهنا، هذا ناحيه ثانيه اخرى بالنسبه لصندوق النقد الدولي أنا عندي موقف من صندوق نقد دولي ما نحبش مش هذا المجال الحديث عنه، لكن صندوق نقد دولي صحيح تورينا الصورة بين رئيس الحكومة وبين مدير صندوق نقد دولي هي صورة من الناحية
الماركتينغ ولا مش عارف شو تتسمى التسويق، التسويق الاعلامي، هي هي باهيه. لكن كما قال سي خليفه، المديرة صندوق نقد الدولي مش الامر مش بيدها، لان صندوق نقد الدولي متكون من الدول وفيه دول كبرى مهيمنه عليه. هل ان هذه الدول المهيمنه وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية هل تريد فعلا أن تساعد تونس أم لا؟ هل تريد أن تمنح القرض إلى تونس أم لا؟ هل أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم حجب تونس في ديسمبر ومرة أخرى في جافي، هل أن هذا الحجب سيكون مؤقت أم أنه سيكون دائم؟ هل أن هذا الحجب الغاية منه هي معاقبة تونس أم معاقبة رئيسها؟ هل أن هذا الحجب هو تقني فقط أم لا؟ هذه كلها أسئلة تختمر في ذهن من يدرك خفايا السياسة الدولية وخاصة كيف يتصرف الأمريكان. واعتقادي قبل صندوق نقد الدولي وقبل كل شيء علينا أن نعول على أنفسنا باش وقت نلموا كل طاقاتنا الاقتصادية والمالية وخبرانا حقنا لميناهم منذ سنتين أو أكثر باش يخموا في حل المشكلة بتاعنا. احنا ما نحبوش سيدة وزيرة المالية كانت حاضرة معنا، سامحني باش نقص حديثك بالعسل، وقالت ووعدت قالت انه بصدد النظر في تعديل خاصة معناها المجالات القانونية خاصة فيما يخص التجارة الإلكترونية. اليوم معناها خبر هذا أكيد باش يدور كل منصات التواصل الاجتماعي، شركة ألعاب تونسية تشريها منصة ألعاب إلكترونية مقابل 15 مليون دولار. شوف لو كان يتم تحرير ونعرفوا انه عندنا طاقات في تونس وقاعدين يخرجوا هذوم عليه، نتمناه قريبا يتم يعني معناها تنقيح النصوص القانونيه ونشر ومجلة التصرف مدعى في رئاسه الحكومه والتجاره الالكترونيه، لانه مازال نخدموا مجله التزامات والعقود اللي هي من 1900. تصديقا لكلامك، العمله الالكترونيه قل لي دكتور شنيا؟ بيتكوين. ثم شباب هنا خدم لضر البلاد لا شيء، 140 عملوا لهم قضيه. سي معز حديدان، إلى جانب توا هذه المشاركات وكل هي تشبيك وعلاقات وكل، لكن بالنهاية الأمور وين ماشية؟ لأنه خرجت قانون المالية 2023 لغط كبير، ناس مش راضية إلى الآن وبعد. قانون المالية شفنا فيه اللي عندنا أرقام مخيفة شوية لسنة 23. يعني بغض النظر على بعض الفصول اللي تتعلق بالجباية اللي زدنا في الجباية كما كل قانون مالية، لكن الميزانية الدولة اللي شفناها في قانون المالية هذه شفنا اللي الدولة التونسية في 23 يلزمها تسدد قروض أصل دين تقريب ب 15 مليار دينار في سنة 23، منهم 9 مليار دينار داخلي و6 مليار دينار خارجي، تقريبا 2 مليار دولار خارجي، مع العجز نتاع الميزان التجاري اللي هو في حدود 9 مليار دينار، يكون احتياجات التمويل لتغطية تسديد أصل الدين وتغطية العجز يكون تقريبا في 24 مليار دينار. قانون المالية حط منين باش يجيب 24 مليار دينار؟ حط باش يجيب 9 مليار دينار من السوق الداخلية وتعبئة 15 مليار دينار من السوق الخارجية، تقريبا 5 مليار دولار من الخارج. هذا باش يكون مأمورية صعبة جدا وشبه مستحيلة، والمشكل أنه اليوم يلزمنا نجيبهم الفلوس هذوما باش نغطيه العجز ونغطيه، لكن يصعب جدا أن تونس باش تلم 5 مليار دولار من الممولين الأجانب. هذا باش حسب رأيي لو كان ما نلقاوش حلول في القصير المدى هذايا ونتلموا كما قلنا ونعملوا حوار والناس الكل تتنازل كل واحد يقدم تضحيات ونعملوا يعني الاتفاق نتاعنا ونمشيو نجيبوا الاستثمار الخارجي وكل شيء، لكن ما نلقاوش حلول شنو باش يصير 23؟ اكل لي بينوري ونقصان بعض المواد اللي كانت تصير تقعد جمعه ولا حاجه تو باش تولي تقعد شهر ولا شهرين. تونس ممكن واتمنى لا انه ممكن تتخلف في بعض الاحيان عن سداد بعض الديون الخارجيه في سنه 23، اعاده جدول، وسيجبرها ذلك الى مطالبه اعاده جدوله ديونها. هذا فيه يعني امكانيه كبيره جدا، لكن اتمنى انه نلقاو الحلول بصفه سريعه جدا والناس الكل تقعد على الطاوله
حكومه ورئيس جمهوريه واتحاد شغل ويتيكا والناس الكل فهمت، ونلقاو وكل واحد يقدم تنازلات مش كل واحد الانانيه نحيو الانانيه. لابد من المرور الى الحوار ترى؟ طبعا لابد من من الحوار والاقتناع بالحلول التي يجب ان نمر اليها. وتحمل مسؤوليه وطنيه واخلاقيه. واضح. واللي تحب انت معناها ما قعدتش فيها خاطر روسي ولا ماشي تقريبا دقيقه لسي خالد ودقيقه الوفاء نعطيو. انا بالنسبه لي ما الفكره اللي حبيت اني نقولها واكيد سي معزي يوافقني فيها، انه يلزم تتكون لجنه من الخبراء الماليين والاقتصاديين يقعد حق. هذه صارت عندها تو سنوات نقولوا حتى سنتين، مهمتها انها تستنبط حلول، تقعد جمعتين شهر تستنبط حلول، وهذه حلول الغايه منها انقاذ الاقتصاد التونسي والمالية التونسية، والبدء في إجراءات إصلاحات حقيقية مش في إجراءات اللي قاعد يسميوها إصلاحات حاليا، إجراءات حقيقية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. والأهم من كل ذلك أن تكون هناك سلطة مستعدة لتطبيق هذا البرنامج الإنقاذي والقيام بتنفيذه وتوفير كل الإمكانيات من أجل تنفيذ هذا البرنامج. ما عدا ذلك إلا ذكر توسي معز هو امر متوقع ونحن لا نرجو ان يتوقع اصلا ان يحدث اصلا. وفيها باش نرجع لسي خالد في النقطه نتاع الاستثمارات والاطار التشريعي فيما يخص هذاك، علاش انا اكدت معناتها دققت مشيت للاقل الاقل معناها اجراءات واللي هي بالحق عندنا حوافز. اذا كان نشوفوا بالحق قطاع الطاقات المتجدده وقطاع الطاقه راه فيه حوافز مهمه برشا لاستقطاب المستثمرين. ما عدا ذلك كلامك الكل صحيح سي خالد، بالحق احنا عندنا ترسانه من التشريعات وترسانه من القوانين اللي بالحق تاكد كل مره عزوف المستثمرين ومستحيل انهم يجيوا الا لما يتم تعديلها. هذه النقطه حبيت نرجعها لك، هك علاش تاكدت اللي في القطاع الهام توا اللي التوجه العالمي لقطاع الطاقات المتجدده والاقتصاد الاخضر. فيما يخص المشكله انا نوافق سي معز زاده في انه لابد من حل المشكله معناتها تكون على المستوى التونسي، لابد من حوار، ما عندناش حتى حل اخر الا الحوار، الحوار في تبسيط حتى الاصلاحات اللي ناويه الحكومه باش تعملها. انت باش ترفع الدعم الحكومه اي راهو لابد منه، لابد من الاصلاحات هذه، رانا الكلنا نحب ونصلحوا معناها خاطر منظومه الدعم راهي بالحق معناها عبء كبير على ميزانيه الدوله، هذه حقيقه معناها ما يختلفش فيها. هذا راهو حتى الاتحاد العام التونسي للشغل يقول لك اعطينا المهم مش الدعم المستحق. لابد من تفسير، شنو الخلاف يعني؟ تفسير لا تفسير وضمانات، الضمانات مش واضحه زاد انصاف، راكي تجي تشوف انت الضمانات راه باش نعطي 300 حواله وكل شيء، لابد هي راه برنامج ينجم يكون ناجح، ينجم يكون تجربه ناجحه حتى عالميه. أنا راه لكن أعطيني كيفاش أنا بالضبط الضمانات وفر لك العائلات اللي بالحق تحتاج أنها تحدثوا عن منصة لكن ما معناها تفاصيل هذه المنصة ما زالت توقفت الأمور. هذا هو إنصاف. فما نقطة أخرى كنت نحكي في الأوف أنا وسي معز على أساس أنه زاد معناتها التنقل والزيارة للنرويج لأوسلو للمجموعة نقابيين وزوز من راهي هي معناتها مهمة برشا من العادة، هي معناتها طرف نقابي يستدعي الأطراف النقابية كي تستدعي زادة من الحكومة راه لم الشمل هذايا راهي هي سابقة مهمة برشا لعل هل معناتها الظواهر هذه منتدى المشاركة في منتدى دافوس مبشرة بحوار وبرأب الصداع اللي قاعدين نشوفه من خلال التصريحات. يعني ما بناء على نوبل ظهر لي لمت ان شاء الله تعاود تلمنا النرويج ان شاء الله تكون طالع خير علينا. اهميه الحوار السابق اللي احنا معناها عندنا معناها عندنا فيه معنا تقليد ربما تذكير وان خذينا معناها نوبل من اوسلو البلاد اللي مشاو لها. المهم لعل معناها اما الحل الوحيد الحوار، راهو الحوار لازم حوار ولازم اتفاق ودوله طبعا من في تونس. شكرا لكم، عندنا كما شكرا لكم معز حديدان الخبير الاقتصادي، شكرا لك سي خالد عبيد، شكرا لك سي خليفه شيباني، شكرا لك وفاء بن محمد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تصبحوا على خير.